الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد الله عز وجل أن وفقنا ويسر لنا افتتاح الفرع 17 لمصرف السلام الجزائر، هذا البنك الذي يعني يتشرف ويعتز بأن يقدم لهذا الشعب الأصيل لهذه الأمة خدمات مصرفية ومالية ملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية، حيث تساهم في يعني تمكين شرائح كبيرة من مجتمعنا من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي ربما يعزفون عنها بسبب هذا الحرج الشرعي الذي قد يجدونه في التعامل بالمعاملات التقليدية. فمصرفنا والحمد لله يعني يقدم خدمات بديلة ومكملة لما تقدمه البنوك الزميلة الأخرى، وكل هذا لخدمة المجتمع، لخدمة الاقتصاد الوطني، للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، للمساهمة في استثمار العديد من الأموال والمدخرات التي لا تزال للأسف يعني تتداول خارج القطاع المصرفي، واستقطابها للقطاع المصرفي من شأنه أن يوفر يعني موارد مالية ضرورية لمعالجة تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية التي نعيشها في الوقت الراهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرة الفاضل السيد المدير العام لبنك السلام، سيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين والسارة، السادة أعيان هذه المنطقة كل باسمه وجميل واسمه مع حفظ الألقاب والرتب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إنني سعيد جدا حينما أتتني الدعوة لأن أساهم وأشارك في افتتاح لبنة من اللبنات التي تضاف إلى اللبنات التي قد وضعت في هذه الولاية العامة، خاصة هذه الولاية المنتدبة ولاية يعني دائرة عين والسارة، الولاية المنتدبة عين والسارة، وهذه اللبنة ممثلة في فرع بنك السلام، فهو لا شك أنه بديل لجميع البنوك التقليدية المعروفة. وأنا لست متخصصا في هذا المجال، وإنما هذا البنك الإسلامي الذي أو المصرف الإسلامي يضاف إلى طبعا وقد سبقه أو من معه هو بنك البركة الإسلامي، يعني لبنات تضاف إلى هذه البلد أو الوطن المفدى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع للقائمين عليه، وأن يوفقكم في خدمة الدين والوطن، لأن ما أحوج المسلم إلى أن يتحرى الحلال.